وسلم دائما أبدا على حبيبي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: إني أحدث نفسي بالشيء لأن أكون حمامة أحب إلي من أن أتكلم به. قال: الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. رواه أبو داود. والحديث الذي تقدم عن أبي هريرة في هذا الباب مثله هذا الحديث عن ابن عباس يشرح بعضه بعضا. فكان سؤال السائل هناك بلفظ إنا نجد في أنفسنا، وهنا إني أحدث نفسي بالشيء. وحديث النفس ووجدان ما في النفس والوسوسة تعبيرات مترادفة للمعنى واحد. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم حديث النفس هذا بالوسوسة. وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الحديث أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. هذا الحديث يذكر بيان النبي صلى الله عليه وسلم لبعض وساوس الشيطان وتأثيراته، وهي التي سميت بلمة الشيطان. واللمة هو القرب والإصابة، والمراد به التأثير. ولمة الملك هو إيحاؤه، والتأثير الملكي بالخير. فذكر من لمة الشيطان إيعادا بالشر، أي تخفيفا من شر الفقر إذا تصدق العبد وأنفق في سبيل الله، كما جاء في الآية الكريمة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرها، وهي قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أي يأمركم بالجرائم والكبائر وما يخالف الحياة. ومن أكبر الجرائم التكذيب بالحق في العقيدة والأحكام والأخلاق وغير ذلك. وعلى العكس من ذلك، لمة الملك تتمثل في الوعد بالخير على كل فعل حسن والتصديق بالحق. والإنسان لا يرى الشيطان ولا يرى الملك، ولكنه يشعر في نفسه بعواطف الشر والخير ودوافعهما، ويستطيع أن يميز بينهما. وفي مثل هذه الحالات قال النبي صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك ولو أفتاك المفتون. إذا أحس الإنسان بدافع الشر فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لأنه علم أن الشيطان يلم به ويوسوس إليه ولا ملجأ إلا إلى الله والعياذ بالله. وإذا أحس بدافع الخير فليحمد الله تعالى، لأنه أدرك أن الملك يلم به، فليكن الشيطان فليكن الإنسان شاعرا بنفسه لا مهملا، وأن يكون مرهف الحس لا بليد الحس مغفلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله؟ فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم ليدخل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. رواه أبو داود. حديث أبي هريرة في هذا الفصل كحديثه في الفصل الأول، إلا أنه يشتمل على علاج هذه الوساوس الشيطانية في إثارة الأسئلة المبهة المغالطة في صفات الله تعالى، إزالة هذه الوساوس بقراءة سورة الإخلاص. ولا شك أن سورة الإخلاص هي سورة التوحيد، هي سورة صفات الله تبارك وتعالى الأساسية، هي سورة تعرف بالله باختصار. فإذا ينبغي لمثل هذا الشخص أن يقرأ سورة الإخلاص وأن يدخل في يساره كأنه يبصق في وجه الشيطان، فهو مثل رمي الجمرات في الحج. لا شك أن الشيطان لا يراه أي إنسان هنالك، ولكن وضعت علامة، عمود، وذلك لعلامة أن الشيطان كان قد وسوس إلى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام هنالك في هذا المكان، ثم في هذا المكان، ثم في ذلك المكان، فأصبحت ثلاث جمرات، يعني ثلاث أمكنة لثلاثة أمكنة للرمي. فهذا الرمي إنما هو عمل حسي، ولكنه لشعور نفسي قلبي ذهني. إذن ينبغي أن تعالج هذه الوساوس معالجة نفسية حسية، و لكل مرض نفساني فكري أو عملي، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه بدون الالتجاء إلى الله لا يؤمن من مكروهه وحملته المسعورة، ولا بد لذلك من اللجوء إلى الله. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. أمر العبد بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأنه لا يمكن له أن يتسلط على الشيطان ولا يراه هو حتى يضربه. فإذا لم يبق له من معيذ وناصر وولي إلا الله. وحديث عمرو بن الأحوص وهو: ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا لا يجني جان على ولد ولا مولود على والده، ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلادكم هذه أبدا، ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به. هذا الحديث ذكره الإمام البغوي في هذا الفصل، ولكن لم يذكره الإمام التبريزي فيه، لأنه نقله من هنا إلى باب خطبة يوم النحر.
وعلى كل حال فهذه الأحاديث إنما تنبهنا على الوساوس الشيطانية التي تؤثر في قلوبنا وأذهاننا، فإذا نحن تأثرنا بهذه الوساوس فمعنى ذلك أننا نخضع للشيطان وأننا نعبد الشيطان وأننا نكون تبع هواه يعمل بنا ما يشاء. ولكن إذا لجأنا إلى الله واستعذنا بالله ودعونا الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وساوس الشياطين وأن يخلصنا من تأثير الشياطين وأن يجعلنا من عباده المخلصين المخلصين المحفوظين، فإن الله تبارك وتعالى هو السميع العليم البصير القريب المجيب. إذن لا بد من الالتجاء إلى الله والاستعاذة بالله، وأن يكون الإنسان دائما على ذكر لله تبارك وتعالى، وأن يعرف كيف يتسرب الشيطان إلى نفسه ويميز بين نوازع الخير ونوازع الشر، يبتعد عن نوازع الشر ويقرب من نوازع الخير بل يتمسك بها ويعمل وفقها. هذا هو المطلوب من عباد الله تبارك وتعالى. ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين المصطفين، وأن يجعلنا من المحفوظين من تأثيرات الشياطين وتأثيرات الجن الخبيثين ومن تأثيرات شياطين الإنس الذين يكونون بيننا وخلفنا وأمامنا ونعيش في بيئة موبوءة بأمثال هؤلاء الشياطين. فندعو الله تعالى أن يحفظنا من كل شر ومن كل سوء ومن كل مكروه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.